احنا كل الانجازات دي على ارض الواقع، اللي عاوز ينزل ويشوف اهلا وسهلا بيه. احنا ما جبناش مشروع على ماكيت، لا ده احنا لما جبنا مشروع جبناه وهو في نسبة تنفيذ منه 40% و70% و80%، وبرغم هذا الانجاز الغير مسبوق احنا في كارثتين. كارثة اللي احنا عندنا اقتصاد القطاع العام، احنا بقالنا 4 سنين لم مش لاقيين وزير قطاع اعمال عنده الاستراتيجية للقضاء على الفوضى اللي موجودة. في اهدار للمال العام، بقى الفساد فيها للركب، بقى المحسوبية فيها للركب، بقت اهدار للمال العام للركب. امتى هنوقف نزيف القطاع العام؟ احنا بنبني هنا وفي ناس بتخرب هنا، انت بتعمر هنا يا ريس وفي ناس بتخرب الناحية التانية. هو في ايه المشكلة؟ يعني احنا كمان فين رئيس الوزراء؟ هو ليه الملف ده الناس مش عايزة تقتحمه وبقوة؟ ليه؟ ايه المشكلة؟ ده الواحد لو تولى وزارة قطاع الاعمال والله في 6 شهور، 6 شهور افور الوزارة. هو كلها ايه؟ ده ادارة. ادارة. هي محتاجة حاجة؟ ادارة وتكنولوجيا. ما فيهاش حاجة تالتة. ادارة وتكنولوجيا. لكن ما فيش ادارة ولا في ارادة ولا في تكنولوجيا، وسايبين القطاع ده ورميين من ورا ظهرنا. وسيد رئيس كان عنده الحكمة لما جاب الوزير قال له انت، انا خايف انك انت تغرق في اللوائح والقوانين، ما تغيروا لوائح وقوانين. ما احنا عندنا مجلس النواب ما شاء الله عليه يعني كيوت ولذيذ وما فيش اي سواب فيه والناس متعاونه، واي قرارات هتخش من رئاسه الوزراء هيتوافق عليها. طب ما تدعمه. قرار 159 وقرار 203 وقرار 200، هي كتر قرارات، في فوضى، في استنزاف في هذا القطاع. القطاع ده كان داعم للاقتصاد المصري في 67 و73، بقى دلوقتي استنزاف اساسي. احنا مش لاقيين حد يتولى وينجز هذا وينقذ هذا القطاع. لا انجاز ولا انقاذ. هو خلاص غلب حمارنا فيه؟ خلاص احنا سلمنا نمر؟ لا وزير بيتحرك ولا رئيس وزراء بيتابع، ورئيس الجمهوريه بالغصب عنه مش يعني ملف. هو الراجل هيعمل فيه ايه؟ ده محتاج حد يكون عنده رؤية، عنده استراتيجية، وعنده قوة اتخاذ القرار، مش ايادي مرتعشة. وزارة فيها اكتر من 30 لواء، رؤساء هيئات، رؤساء شركات قبضة، رؤساء شركات. لما يجي الوزير يتعامل معاهم ما بيعرفش يتعامل معاهم، هيتعامل مع اللواء ده بقى تبع فلان، واللواء ده تبع فلان، واللواء ده، ويجي له مكالمة من هنا ويجي له مكالمة من هنا. الوزير هياخد قرار فين؟ شيل اللواءات هتتعدل الوزارة بدون أي وزير، يعني ما تعينوش وزير، شيل اللواءات المتعينة كلها، سواء شركات أو شركة قابضة أو هيئات أو الكلام ده كله، والله العظيم الشركات هتبقى زي الفل. هيبقى الوزير عنده القدرة على اتخاذ القرار على حد ملوش سلطة، على حد النهاردة مش مسنود، مش على حد يتشال ويجي واحد تاني يدعمه بتليفون. مش ده انا تابع فلان وخدمتي مع فلان، وده كان معايا وده كان معايا في الفرقه وده كان معايا في اللواء، وده بقت عزبه. نشيل الساده اللواءات من رؤساء الشركات وشركات القبضه والهيئات، الدنيا هتمشي زي الفل. وافتكر طلعت احنا بندي الاسباب للقنوات الاخوانيه ان هي تطلع تقول ابيض واسود، ما احنا اللي بندي لها الاسباب. ما نعمل صندوق يا جماعه للناس الكفاءات. هو ما فيش لجنه لاختيار القيادات؟ يعني انا لو رئيس النهارده شركه اروح اجيب اي حد واعينه؟ انا لو رئيس هيئه او رئيس شركه قابضه اروح اجيب واحد من الشارع كده واعينه رئيس مجلس اداره؟ اجيب واحد مع القهوه واعينه رئيس مجلس اداره؟ ما فيش لجنه لاختيار قيادات، او حتى لجنه لاختيار للوزراء على اي خلفيه. وزير يتشال واجيبه تاني يوم، ورئيس هيئه يمشي واجيبه تاني يوم وزير، على اي معيار انا خدته؟ هو احنا مش شعب امنا بثورتين؟ من حقنا ان احنا نتساءل على اي معيار بيتم اختيار الوزير، على اي معيار النهارده يتم اختيار رئيس شركه قد ورئيس هيئه؟ على اي معيار؟ معيار المحسوبيه ولا معيار الصداقه ولا معيار الكفاءه؟ لو معيار الكفاءه في دكاتره وفي مهندسين وفي ناس النهارده المفروض تتبوأ هذا المنصب.
في ناس موجودة هي أحق وجديرة إن هي تتبوى هذا المنصب، لكن أقسم بالله أغلب الناس اللي متعينة وأغلب النواقات كلهم محسوبية، كلهم طلعوا معاشات وكانوا قاعدين على قهوتهم معاشات وطلعوا عشان يعرف فلان ويعرف فلان ويعرف فلان. ما ينفعش. عايزين دولة تقوم لازم نقضي على هذا الفساد اللي موجود وهذه المحسوبية الموجودة في ناس بقالها 11 سنة ماسكة شركة قابضة، 11 سنة بقت مرتع، بقى فساد. هيقدر وزير؟ مش هيقدر وزير. ولو جبته النهاردة والله مين، لو حتى اللي هو كامل وزير مسك والله ما هيقدر، عشان اللي هو فلان واللي هو فلان واللي هو ده فلان خدم مع فلان واللي هو فلان ده خدم مع فلان وبقت مرتع. يا أفندم عايزين نعين بالكفاءة لجنة لاختيار الكفاءات. الكارثة التانية مال الإخوان. احنا